عزيزة. عزيزة. مين؟ مين اللي بينادي؟ أنا حمزة. اتفضل. يزيد فضلك. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا كده برضو يا زومه ما تسالش على العزيزه يا اهلا. ازيك يا اخويا؟ ازيك انت؟ منورنا. اهلا وسهلا يا شاب. اهلا وسهلا. وحشتيني. الله يخليك. خير؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انا قلت اجي احتفل بعيد ميلادك النهارده. لو النبي. ايوه ده انا قلت انك نسيت. لا اقدر انساكي ابدا يا زوزي. الله يخليك حبيبي. ومين الحلوه دي؟ حلوه دي آية شغالة عندي. أنا برضو بشتغل عندك. أنت تخلصي خالص. طب يا أخويا كنت قلتلي، كنت وضبت نفسي لما أنت معاك ضيوف، كنت بلغتني. أنت كده زي القمر يا قمر. وبعدين بقولك شغالة عندي، ده أنت أحلى منها بكتير. إن شاء الله يخليك ليا. بشتغل عنده، بغسل له هدومه الوسخة. بيئة شوية. ألف سلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا واد يا زين؟ احط الحوطه تحت. حطها تحت. هنا تحت. ما بيردش. حملت اكتر من طاقته والنبي. ازيك يا اخويا؟ تعالى اقعد جنبي. اهلا اهلا. ازيك يا زوز؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ ايه يا زين؟ ايه اللي اخرك؟ معلش ما عليك، انت عارف بقى الترافيك. اللي هي يا فندم؟ ايه الزحمه يعني؟ ترافيك. سوري اصل انا ما كملتش تعليمي. الترافيك. تمام. ابلة، هو حضرتك جاية عشان تاخدي عربية القناة؟ لا أنا مش جاية عشان أخد عربية القناة يا زين، أنا جاية عشان أكمل بس تنظيف البيت وألم الهدوم الوسخة. والنبي عايزة تنظفكوا يا ولاد. مش كده؟ على فكرة في عربية بره بسواق، لو عاوزة تقربي يعني، لو عاوزة تغوري يعني تحت أمرك يعني. لا أنا عايزة أقعد، نفسي أتفرج شوية. أتفرج؟ ماشي. منورانا يا والنبي. أنت قلت لي اسمها إيه؟ الزهايمر يا أخويا. هي شغالة عندي. آية والنبي آية. منور يا زين. الله يخليك يا زوز. هابي براز داي توتو. ايه ده يا اخويا؟ ده هو جاي يبهدلني بشي ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، ده بيقول لك وحشتيني والف سلام عليكي بس بالطلياني. والنبي لغات. والنبي بيتعلم كتير وكلامه مثل القلب. شوفي بقى انا جايب لك ايه. ايه؟ هدية مطول. استأذنك في البطاطس. ده انت هتتغدوا معايا. انت هتعملي شوربة خضار ولا ايه؟ ان شاء الله. دي هديتي. وايه ده بقى يا سيادة السفير؟ ده ريسيفر عشان انا اشتغلت في قناة جديدة وعاوزك تتفرج عليا في التلفزيون. دش. دش؟ دش. اتفرج يعني على التلفزيون؟ صلاة النبي احسن. الله هو اكبر. تسلم لي يا زومة. تسلمي لي حبيبتي. طب بس ده هشغله ازاي؟ تليش زين مش هيمشي من هنا الا لما يعلمك كل حاجه ويوريكي بيشتغل ازاي. على خيره الله. طب بس معليك في كويشن ملحوظه يعني بالنسبه لموضوع الرسيفر. انا ما عنديش مشكله، انا ممكن اعمل لها كل حاجه بس انا هشغل لها النايت سيت. تمام. بس بالنسبه يعني تعرف معليك يعني هات برد. ايه يا اخويا اللي بيقول؟ لا ما تقلقيش، دي حاجات ما بيننا. النايت سات ما فيش مشكله. النايت سات مش مشكله. لا ولا التاني ده برضو في مشكله، خلي الولاد ينبسطوا. يعني دي ليه وللولاد؟ ان شاء الله يخليكوا ليا. عربي واوروبي. اموت انا في قله الادب دي. انت حبيبي يا زوجي. يلا يلا ناكل بقى الحاجات الحلويات اللي انا جايب. انا البطاطس يعني. لو نجيب البطاطس كده اللي مضايقاك. وده بقى ايه وظيفتك انت؟ ايه خليها جنبك دلوقتي. رسيفر. رسيفر. والنبي ما كان له لزوم التعب ده كله. ده كلام. ده انت جاي بيتك يا حمزه. كلام يا حبيبتي. كل مره تيجي محمل كده يا زي الكسوف. اول مره اجي. انا بقول لك كل مره. كل مره سمعتها. اول مره معلش. حكيم انا اعرف ناس بتاكل وتنكر. لا اوعى تقول كده، مش انا. ده انا بنت بلد وعجبك قوي يا زومه. ده حاجات والله يعني ايه. هو مين اللي بياكل منكر؟ مش فاكر. هاتي لي التورته من تحت عشان نحط الشمس. ده مجبسها والنبي يا حمزه. لا ده بحت الشمع انت. عادي بقى وسن. هي عندها سنه واحده دوبي. هابي برز داي توتو. توتو. يا سلام. تسلمي. يا حلولي يا حلولي. هو ده الشغل. والنبي فرحتوني، الواحد كان ناسي.
مؤاخذة يا أستاذ؟ معاك وأستاذينك ولاعة؟ أنا معايا. محضر مفاجأة لزوز عشان قصيدة؟ إيه؟ تسلمي لي. أصيل يا أبو محمد. طبعًا أنا عندي كام زوزة. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. حواء يا شر البلية كم أرى من كنا كل بلية وشقائي. إيه بلية دي؟ بلوة تشيله بعيد. كم تجلبين من المصائب أينما أحللت أرضا أصبحت جردائي. حواء يا شر البلية كم أرى من كنا كل بلية وشقائي. كم تجلبين من المصائب أينما أحللت أرضا أصبحت جردائي. ستنا حواء ستنا حواء يا خليقة بؤسنا هاتي بناتك حالقات شعورهن مثل النعاج الجرب في البيداء. أنا من تغنى النساء بصبره وكيف يستقيم الظل والعود أعوجي. على رأي شاعر نسيت اسمه وعنوانه القلب يعشق في كل مكان قبل العين أحيانا لو رأى من بعيدي أي فستاني. العين صابتني ورب العرش نجاني ما تبصليش بعين رضية بص للدولارات المدفوعة فيا. الكسبان ليا سيبوني مرة أكسب، أنتوا أشطر مني في اللعبة دي. ماشي يا ستي هسيبك تكسبي، أنا أصلاً مش في المود النهاردة. ليه مش في المود النهاردة؟ عندي مشاكل في الشغل. وديتي البنت للدكتور؟ وديتها تعمل العملية بس دي طلعت موضوع كبير قوي. إيه ده؟ اتحركي. يبقى ما ركبتش الصيني بقى وعملت العملية بجد. هو ده كمان في صيني؟ طبعا يا بنتي. الصيني ده بقى بتركبه بنفسها. عبارة عن فطر بيكون غشاء البكارة من تلقاء نفسه. إيه القرف ده؟ بجد مقرفين مقرفين. أنا أقرف، أنا مش دكتورة، أنتِ دكتورة تقدري ليه؟ عارفة إني دكتورة بس ده شيء مقزز. طب أنا عندي مشكلة. وإحنا في المستشفى البنت سألتني سؤال هنكت، معرفتش أجاوب. قالت لي إيه بقى يا بنتي يا سارة؟ إيه؟ قالت لي هو ليه الراجل لما بيجي يا بنتي مش بتكلم أنا في موضوع مهم. الله ما تتكلمي. قالت لي هو ليه الراجل لما بيكتشف قبل الجواز إن مراته كان عندها علاقات أو تجارب يطلقها ويفضحها وأهلها يعايروها؟ ولو اكتشفنا أي حاجة على الراجل قبل الجواز عادي. لا والأنقح بقى لو العريس راح لحماه وقال له يا عمي أنا كان ليا تجارب قبل الجواز، هيرد عليه ويقول له عادي يا ابني ما أنت راجل، المهم بعد الجواز ما تلعبش بريلك. حالتين مقرفين، الحالتين اسمهم الزنا على فكرة. على فكرة يا جماعة أنا اكتشفت إن إحنا تربينا على حاجة غلط ولحد دلوقتي ما نعرفش إنها غلط. عشان إحنا عايشين في مجتمع ذكوري متخلف بيفكر غلط، زي ما قلت لك إمبارح البنت اللي تغلط تروح تقول للي هتتجوزه أنا غلط وخلاص وما تبنيش حياتها على كذب. ده على أساس الأخت جاية من فيينا ولا منين يعني؟ مين الراجل اللي هيستوعب منك الكلام ده في المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ خلاص يبقى اشربوا بقى واشربوا اللي هيحصل لكم وخدوا بالجزمه عشان انتوا رخاص. انت قللتي الادب على فكره. ايه يما ده؟ هي خناقه؟ بالراحه شويه علينا. انا اللي افهمه ان في حاجه صح وفي حاجه اسمها غلط وفي مجتمع لازم نحترم تقاليده. الله. مجتمع ايه؟ مجتمع ايه اللي بيحكم على حاجه واحده بمستوى مختلف لمجرد ان ده راجل ودي ست؟ إيه مش فاهمه الاخت ما تسمعش حاجه اسمها شرف ولا ايه؟ يعني ايه؟ هو الراجل ما عندوش شرف زينا ولو ضاع منه يتكسر ويتوكس؟ لا دي غيبوبه بقى، دي راحت منها على الاخر، هتعب منها انا. يا نهار اسود يا نهار اسود، ما عندوش شرف زينا؟ اشمعنى؟ لا وشرفنا احنا زي عود الكبريت. كبريت مين يا اختي؟ ما خلاص بقى زي الولاعه بعد التشاينيز بتاعك. طيب انا امجد اخويا بيعرف ستات كتير جدا وبابا عارف الكلام ده، بس تخيلوا بقى لو انا في الموقف ده وبابا عارف ان انا ليا علاقه بحد، طبعا اول حاجه تقريبا هكون مدبوحه. حتى الاهل؟ ايوه مش بقول لك مجتمع ذكوري متخلف،
بس حلوة يا بنتي هدي الموضوع ان الرجاله ما عندهمش سرعة. الرجاله كلهم ما عندهمش شرف الا احنا. حكي جتك نيله بوظتوا كل معلوماتي عن الطب على فكره. القعده معاكوا تضيع المستقبل. العب يا بنتي انا بلعب لوحدي ولا ايه؟ بلعب عايز اكسب بلعب غلط. حواء يا شر البليه كم ارى. الموضوع مش راكب خالص اللي انت قلته لي بقى يا ميزو وشقائي بجد والله عمرك شايف كان فكرني بالذي مضى اينما احللت ارضا اصبحت. لا بس ايه رايك في البسبوسه؟ لا كنت قلت له انا كنت عملت لك صليتين كده. يعني انا تعبك يوم عيد ميلادك يا حبيبتي. بكرهها اوعى تقول كده. ايه رايك في البسبوسه اللي بتتسمي؟ حلو قوي. ما عندكش هدوم اغسلها لك؟ لا خلاص اتغسلتهم لك كلهم مش كده؟ هو ده هيخلص امتى؟ الجربي بيخلص ليه وقت يعني؟ هو هينام. انا توصلت على الريسيفر ولا ايه؟ انا غنى نساءه نسي شيل الفيشه. هو حاسس بينا ولا مش حاسس؟ وكيف يستقيم زين؟ ده معانا زين. فين زين؟ عوده اعوجه العود اعوجي اعوجي ولا اعوجه؟ اعوجي من اليوم. على رأي شاعر انا عارفه ان انت عينك في اليوم من ساعه ما جيت. خد انت دي القلب يا غلاسه هي ايه بتاكلي مني؟ الف اهلا وسهلا قبل العين احيانا. طب انا استاذنكم بحاجه؟ ايه؟ رايح فين؟ لا انت كنت من بعيد. عدينا عدينا بنت احنا ماشيين ولا ايه؟ لا القلب يعشق قبل العين. تقولي له حاجه زوزو؟ احيانا استاذنك لو راى من بعيدي اي فستان. يلا يا حبيبتي عشان نلحق بس ابقى اسال بقى. اه عينيا لسه شغال. ده نسي يشيل الفيشه. يا نهار اسود. حياتي ده هو اللي جابك هنا عايز ايه؟ عايز اتكلم معاك شويه. مش عايز اتكلم معاك يا شيخ. لا اتكلم معاك. مبروك. يلا جميله. مين ده؟ انت اللي مين؟ دي مراتي روح امك. مراتك فين؟ انا طلعت طبعا. استني استني استني. ده يا ابني جاي ليه يا حبيبي؟ عايز ايه؟ طب عايز اطلع بره. مش عارفه ليه مش قادره اصدقك. فيكي حاجه مش مظبوطه. صباح الخير يا ايه. صباح الخير يا شريف. ازيك؟ تمام الحمد لله. بس انا حكيت لي على فكره البرنامج اللي انت عايز تعمليها. تمام. الفقره فكرتها حلوه قوي بس للاسف مش هقدر انفذها لاني وافقت لهشام عبد الحميد ان هو يعمل نفس الفكره في فقره تانية. وما ينفعش يبقى عندي برنامجين كل واحد فيه فقره شبه التانية. يعني فقره اسمها ماذا يحدث لو والتانية اسمها تخيل لو ده يحصل. يعني نفس الكونسبت. غريبه جدا تعارض الافكار دي مش كده؟ انا برضو استغربت جدا بس ما علينا. سناء قالت لي انك عندك مشكله. ايه بقى؟ اه عندي مشكله يا شريف. عندي مشكله ان البرنامج مفكوك من بعضه ومش لاقي حاجة تربط ما بين حمزة وماهي وفوزية. بالعكس أنا شايف إن التناقض ده هو اللي بيدي البرنامج قوة. بقول لك إيه؟ البرنامج هيفضل زي ما هو واسمه قعدة ستات. حمزة مش هيوافق. مفيش حاجة اسمها مش هيوافق لأنه ماضي عقد مع قناة مش مع برنامج معين. آه بس أنا أقنعته عشان يجي يمضي هنا إن أنا هغير شكل البرنامج واسم البرنامج. والله دي مش مشكلتي. دي مشكلتك أنت. أنا كل اللي أقدر أعمله إن أخلي البرنامج مدته ساعة وربع. سناء شكل البرنامج يفضل زي ما هو ما يتغيرش فيه الفورمات ولا يتغير فيه اي حاجه. وحمزه على قد ما يقدر في فقرته يلتزم بنفس روح البرنامج يقول اللي هو عايزه بس ما يخرجش بعيد عن فكره البرنامج واللي بيحصل فيه. مفهوم؟ فاهمه. بعد اذنكم. من الواضح ان هو بيعمل لك حساب. بتتريقي صح؟ اه طبعا بتتريق. بس ما تنسيش احنا فوزنا بربع ساعة زيادة. وانا هعمل ايه بالربع ساعة؟ انا خلاص قررت اسيب البرنامج ده. ليه يا ايه؟ لان حمزة مش هيوافق وهيتعبني وهيقرفني. وبصراحة انا مش مقتنعة بفكرة البرنامج بالشكل ده. بس انت اللي قلتي له عليها. اه انا اللي قلت له عليها بس دلوقتي مش مقتنعة بيها غيرت رأيي. طيب سيبك دلوقتي من الفكرة اقعدي مع حمزة واشرحي له. يا بنتي انا عارفة حمزة
مش هيوافق. اقعدي معاه وانا متاكده انك انت هتقنعيه. مش هينوبني منه غير التهزيق والشتايم، ما انت عارفاه. بس انت اللي تقدري عليه. انا عارفه. صباح الخير. صباح النور. انا اسفه ما تزعليش مني. ما اقدرش ازعل مني. ادخلي. مين اللي وصلك؟ بابي. اي بابي، انا صحتها واعتذرت لها خلاص. طيب. ايوه هي اللي اصرت من الصبح انها تجيلك عشان تعتذرلك، وده غريب عنها جدا، بس الظاهر ان انت نجحتي. يلا خليها تنزل بقى عشان اوصلها. لا لا لا، انا هوصلها. هنفطر مع بعض وبعد كده هجيبها على البيت. خلاص اوكي. طب باي. انا عرفت كل حاجه على فكره. كل حاجه اللي هي ايه على فكره؟ انك ما كنتيش جايه تعلميني بيانو. لا انا كنت جايه اعلمك نوته. انت بتعرفي تعزفي؟ يا سلام. يا سلام. أنا عايز أكون وكيل البرفان ده في مصر. بس أنا حجم إنتاجي مش كبير وبصدره كله لبره. وإيه المانع إنك أنت تعملي مصنع يتكلم عن ماس برودكشن؟ فهماك يا مستر كمال الحكيم. بص يا مستر كمال، أنا ما عنديش وقت أباشر مصنع بعمال ومشاكله. أنت مش كبيرة في السن، يعني 30 32 سنة. لما أنت في السن ده وبتقولي إنك أنت ما عندكيش وقت، أمال لما تكبري هتقولي إيه؟ بس أنا وكيل البرودكتس اللي حضرتك شايفها. عارف. بس لو تصنعي حاجة في مصر وتبيعيها وكمان تصدريها ده نجاح له طعم تاني. إن شاء الله هفكر في كلامي. وإذا احتجتي شريك أنا موجود. ماشي. أنت بتصوري إيه؟ بتصوري إيه بالظبط؟ تعالي هنا. أوكي أنا تبع إدارة الإيفنت حضرتك وبصور المعرض. مش كده ولا إيه؟ طب ممكن الكاميرا؟ ليه حضرتك؟ عايزاها. عايزاها على فكرة يا حاج، ما ينفعش تاخدي مني الكاميرا كده خالص على فكرة. لا وأنا واضح واضح انك بتصوري المعرض، ما فيش ولا حاجة ليها دعوة بالإيفنت. على فكرة بقى الميموري كارد فيه كل صور المعرض، أنا مصورة جزء جزء وخاصة البارتيشن بتاعك على فكرة. اسمك إيه؟
انا مش عايزه اي مشاكل، انا ممكن اديكي كل الصور هدايا. لو عايزه تاخدي ميموري كارد كمان خديه، مش مشكله عندي خالص. على فكره اسمك ايه؟ ما انت ممكن تاخديه عادي. انا بسالك اسمك ايه؟ علياء. انت بتصوري حلو قوي يا علياء. ايه ده؟ ميرسي. ده بس من ذوقك. لا بجد بتكلم. طب انت ايه اللي جابك هنا؟ يعني كان ممكن اي حد يصور ايفنت او معرض عادي. جيت ايفنت فلوسها حلوه، هعمل اللي انا بحبه في نفس الوقت اصور لهم اللي هم عايزينه، فليه ما اجيش يعني؟ بتشتغلي ايه غير هنا؟ انا اصلا بعمل فوتو سيشنز للعرايس والعرسان، يعني بصورهم في اسعد لحظات حياتهم كده بقى وهم مبسوطين. طب ممكن اسالك سؤال؟ يعني انت واخده كام هنا عشان التصوير؟ ليه الاحراج بس؟ معلش عايز اعرف. واخده 1500 ثلاث ايام. مش بطال صح؟ مش بطال. بصي انا عايزاكي تعملي لي فوتو سيشن خاص ليا هنا، هدي لك مبلغ كويس. يا سلام. اه اوكي، بس هتديني كام بقى؟ 5000 جنيه. انت بتهزري؟ لا بتكلم جد. طب جد جد؟ لا جد جد. طيب عايزه اقول لك بقى ان انت اصلا وشك فوتوجينيك جدا، وانا حسيت ان انا عايز صورك، يعني لازم تبقى لك كده. اوكي اوكي خلاص خلاص، مصدقاكي مصدقاكي والله. كل الناس تشوف صورك يعني. مصدقاكي يا حبيبتي. اوكي. لا قولي لي بقى، انت عايزاني اسيب المعرض؟ لا 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 خلاص، ما تسيبيش حاجه. احنا هنبتدي قبل المعرض ونكمل بعد. خلاص نتقابل بكره؟ بكره. خلاص بكره جاي. بكره. هو انت اسمك ايه؟ هبه يا علياء. هبه. هبه. حفظت. خلاص احفظي. سهل جدا. ايوه اسمك على فكره اسمك حلو. ميرسي. وحشتيني يا مريم. ميرسي يا عمجد. كنا بنقول ايه؟ فكرت اطلق. ميرسي. شكرا. يعني فكرت اطلق بس زي ما انت عارفه. مش عارف تطلق ازاي يعني؟ مش فاهم. طلق امي. رحت الكاتدرائيه وسالت، بس الموضوع بقى شبه مستحيل. طب انت حاولت تتكلم معاها يا امجد؟ اتكلم مع مين يا مريم؟ الاختلاف بينا مش سطحي، الاختلاف جذري. اغير في اصلها ازاي؟ لا مش فاهمه، ممكن تقول تاني؟ يعني مثلا انا اعجبت الكرسي. الكرسي ده وليكن لونه بني على اخضر. تعالي يا امال يا حبيبتي شوفي الكرسي ده. ايه القرف ده؟ بني على اخضر؟ لا احنا نشيل الاخضر ده ونجيب بني على برتقاني. برتقاني؟ انا ما بحبش البرتقاني. فهمت يا امبيل؟ فهمت. بس انا بيتهيألي الحاجات دي تافهه وممكن تعدي يا امجد. على فكره انا بديك مثال. احنا مختلفين بقى في كل حاجه، قيسي على كده. وانت ما عرفتش ان انتوا مختلفين في كل حاجه الا دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي؟ ما انت السبب. انت السبب يا مفين. ها؟ انا السبب؟ بطل بقى طريقه الشماعه دي. شماعه ايه؟ ايوه شماعه. ان انت هتعلق غلطك على اي حد. انت يا اخي ما بتغلطش؟ لا بغلط. اديني غلطت واتجوزت امال، واديني بتعاقب على الغلطه دي لحد دلوقتي. وعلى فكره يعني بس عشان مخك ما يروحش بعيد، انا كده كده ناوي لما اتطلق اتجوزت تاني. ها؟ انا اسف. بس ابنك يا امجد. للمره مليون بسال السؤال ده، وللمره مليون هجاوب برضه اقول يا جماعه ادم هو اللي معطلني. انت عارف انت عشان تقدم الملف ده في الكنيسه ويقولوا اه ولا لا ممكن ياخد وقت قد ايه؟ يا ابني مش اقل من سنتين. عارف حاجه تقرف، بس هما برضه محبكينها قوي، يعني لازم يعني يكون الشرط زنا يسهلوها شويه. يا سلام. زي ايه مثلا؟ صعوبه العشره مثلا، دي حاجة مهمة جدا يا مفيد. أنت عارف الكلام اللي أنت بتقوله ده لو صح كان زمان أي اتنين مش مبسوطين اتطلقوا. لا ده كمان زمان أهلي وأهلك ما كانوش مع بعض من زمان. ما المسلمين عايشين زي الفل. باشا يتجوز باشا، يزهق يطلق باشا، جت علينا إحنا. يا ابني مين قال لك كده؟ المسلمين برضو عندهم شروط قاسية. الموضوع مش سهل كده زي ما أنت فاكر. قاسية بس برضو مش زي عندنا على فكرة. بص بقى أنا مش فاهمة. هو أنا اللي أنا أعرفه إن أنت لازم تقعد وتتكلم معاها يا أمجد؟ طب ممكن أطلب طلب؟ انسي انسي بقى امان خالص، احنا جايين نقعد مع بعض. ماشي بس انا عايزه اقول لك ان ابنك زي العسل. ادم طلع عيني. شفتيه فين؟ في الكنيسه لما اتقابلنا. بس انت شفتيه طياري كده وانت نازله على السلم. انا عندي ليه بقى شويه صور مسخره. بص هجيب اللابتوب من العربيه. اللابتوب ايه فيه؟ طب بص انا همشي وهكلمك الحسن. اللابتوب مع ماشي. سلام سلام.
يا ابن الكلب يا وسخ يا واطي، ما عاد الساعة 7 والتانية كمان يا واطي يا جزمة. ليلة أمك سودة يا أمجد الكلب، والله ما نسكت لك المرة دي يا حيوان يا قذر يا اللي ما بيفرقش معاك أي حاجة. حيوان أنا هوريك. ألو، مال وشك؟ الناس بتقول صباح الخير على فكرة الأول. أنا غلطانة إن أنا قلقانة عليك. خلاص يا ستي، وقعت بالموتوسيكل، وقعة خفيفة يعني. يا ريتها كانت أجمد، علشان أنا قلت 100 مرة البتاع ده. ها؟ هديل هديل، مش على الصبح أرجوكي لو سمحتي. فاكر نفسك صغير؟ هديل أنا لسه صاحي حالاً، اقفلي وأنا لما هفوق هكلمك. أم العكنان على الصبح. انجل لحقت تقول لك؟ وقلقان عليك جدا وخايفه تكلمك تكون مراتك جنبك. لا يا اخويا مش جنبي، انا حابب اكلمها اطمنها. بس انا عرفت ان انت طحنت يا معلم. عيب عليك. برضو عيب عليك. لا ما في فرق يا معلم. بقول لك ايه، انا عايزك في موضوع مهم جدا وهخدمك خدمه عمرك. بقول لك ايه يا محسن، انت خدماتك انا عارف اخرتها. انا هتجوز النهارده عرفي. يخرب عقلك، انت برضو ما فيش فايده اللي في دماغك في دماغك. يلا اهبل، انا سبتك انت وانجل امبارح تهزروا زي ما انتوا عايزين وتتكلموا براحتكم، بس صدقني انا عارف ان انت محتاج ده اكتر مني. اه طبعا، وبعدين احنا ما بنعملش حاجه غلط، كله في الحلال. محسن يا عم سيف اسمعني بس، نور عندها بنت خالتها، بنت زي القمر، تعال النهارده اشوفها واقعد معاها يمكن تعجبك. لا يا محسن. براحتك بقى، النهارده هيكونوا معايا في الغواصه، لو حابب تيجي تعالى. اقفل يا محسن، اقفل اقفل. اوكي هقفل بس فكر. يلا. طب اقفل اقفل. واخد جوافيها من دول. منين؟ جوافيها من دول. وهي دي جوافة؟ ايوه، هي شكلها غريب مد على دوم شو، انا بحب الاتنين. اه دي جوافة يا فتحي؟ بسيو. فتحي يا ريس. مالك؟ ما فيش، بس استاذ ايه عايز تسيب البرنامج. ايه؟ البرنامج ايه اللي تسيبه؟ برنامج بتاع حضرتك. ليه؟ انا مش عارف تفاصيل، بس هي مصممة. اه طب انا هقول لها. خليك انت يا زين، فتحي خد بالك من زين. حاضر. والجوافة انا عددها. ماشي معلم. تعالى معايا. ايه؟ تعالى معايا، مش هخطفك، تعالى. ايه اللي انا سمعته ده؟ انت سمعت ايه؟ سمعت انك هتوحشينا، فتحي بيقول انك هتسيب البرنامج. بص انا مش باخلي نفسي من المسؤوليه طبعا، بس انا عارفه ان انت مش هتقدر تعمل كده. كده اللي هو ايه؟ كده اللي هو اخر قرار، ان البرنامج هيفضل زي ما هو، اسمه قعده ستات، هتقدموا انت ومي وفوزية، وهتتكلم في اللي هما بيتكلموا فيه. يعني عاوزة تنط من المركب بعد ما ركبتيني وورطتيني تسيبيني اغرق فيها؟ لا طبعا انا مش هعمل كده، بس انا كمان مش قادرة اعمل حاجة مش مقتنعة بيها. كله في الهنكلايز. بقولك ايه، الاغنية دي كنت انت السبب فيها، بس دي اغنية يوم صورتها وعدت وخلاص. مشكلتك بقى انك هتفضل على الوضع ده 3 شهور، يعني دورة كاملة.
رضا. يعني أنا اللي لبست في حيطة لأن أنا ماضي مع المحطة مش مع البرنامج، مش كده؟ بالظبط كده. أنت بتراجعي أيه؟ طب أنا أعمل إيه؟ مش أنت اللي جبت المحامي بتاعك وقرا العقد ووافقت عليه؟ الله يخرب بيتك يا باجد، أنا معرفش فاتوا إزاي الموضوع ده. يا جماعة يلا يا جماعة، قدامي 3 دقايق يا جماعة، متأخر قوي كده يا سيد. شايفتني على الاكل ده يا سيد؟ كل الحاجه دي متظبطه. ربنا يستر. انت مين يا استاذ؟ زين. زمين. ايه زمين؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ بتفرج. بتتفرج هنا مش السيرك القومي يا حبيبي. والله انت مالك يا عم الحاج؟ في ايه؟ انت بتتعصب عليا ليه؟ هنعمل معاك الجلاشه ولا ايه؟ في ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ مين ده؟ معلش الموز عندك. مين اللي دخله هنا؟ ده تبعنا. معلش انا اسف. اتفضل يا حبيبي. عندنا. انا اسف. اطلع لي. انا مش قايلك اطلع. معلش اطلع لي بره دلوقتي. موز عوض للموز. ما ينفعش يا جماعه التهريج ده. ده تهريج اللي بيحصل ده. ايه يا استاذ عوض؟ كله تمام؟ اه يا شيف كله تمام. يلا علشان احنا جاهزين على الهوا دلوقتي. طيب طيب كله تمام. كله تمام؟ ان شاء الله ان شاء الله. احنا جاهزين ان شاء الله. يلا اتفضل. حد من المساعدين اللي معايا يا جماعه ياخد التليفونات دي ويتصل بالناس اللي عايزه تكلمني ومش عارفه. يلا 4-3-2 بنسجل 1. اعزائي المشاهدين، حضره المديره ربه المنزل، كل طلباتك وطبخاتك عندي. هتعمل ايه دلوقتي؟ ولا اي حاجه، ههدى افكر عشان مبقاش عامل زي البهايم اللي بيقفوا مع اول مشكله تقابلهم، وهشوف الزفت اللي اسمه بهجت ممكن يحل لنا المشكله ازاي في العقد. اوكي انا خلاص هحاول استنى ان انا مش معاه. اتنيلي ما تقوليش اي حاجه دلوقتي واصبري. هاي انتي، هاي انت، كوني معنا عزيزتي ربة البيت، الموظفة المديرة. نفسك تاكلي شيش طاووق بالقرفة؟ عندي. نفسك تاكلي حواوشي وشركسية؟ كمان عندي. خليكي معايا، اوعي تسيبيني دقيقة واحدة، هقدم لك كل حاجة تطلبيها موجودة عندي. كوني معنا. ايه ده؟ كوني معنا، كوني معنا. الله 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 الله. كوني معنا، كوني معنا. طيب عزيزتي، ممكن نطلع فاصل لعزيزتي؟ آدم حبيب تيتا. مالك يا أمان؟ في إيه؟ فين ابنكم الزبالة الوسخ بيعرف ستات مش محترمين على الفيسبوك بتاعه؟ من فضلك خشي يا ادم جوه. سيبيه. ارجوكي خشي يا ادم العب جوه. يا ست انا عايزاه اعرف وساخه ابوه. وانتي مش عارفك ان ابوه بيعمل وساخه؟ ما هو ده بقى اللي انا جايه عشانه. تعالي اتفرجي، اتفرجي على وساخه ابنك اللي انتي ما عرفتيش تربيه. انا بقى ذنبي ايه اعيش مع شخص حقير زي ده؟ امان بلا امال بلا زفت. انا عايزاكي تدافعي عنه كالعاده. انتي تقبلي ان عمو يعمل معاكي كده؟ ردي عليا. بصي دي بيكتب لها ايه؟ انا عايزك. وبصي دي، بصي دي بيقول لها ايه؟ في ايه يا مد؟ اتفضل شوف ابنك بيعمل ايه. في ايه؟ عندك حق يا بنتي، عندك حق. انت فين يا حيوان؟ تعالى لي بسرعه. ايوه عايزك.